لو انا عايز اسبيسيفاي المايكرو ستيتس والماكرو ستيتس، بيسكلي في الستاتيكال فيزيك بنعتبر ان احنا يبقى في عندنا حاجه بنسميها الانسامبل اوف ايدنتيكال سيستمز. يعني ايه؟ يعني دلوقتي عشان اعمل statistics اصلا لازم ان انا مش اعمل تجربه مره واحده، لا ده اعملها عدد كبير من المرات وافرج بقى النتائج بتاعتي عشان اقدر اطلع statistics. اوكي، فيعني الايدنتيكال سيستمز دي ات اني جيفن تايم يعني ممكن اعمل لها فريز، يعني اوقفها في وقت معين وابتدي احسب بقى البروبابيلتي بتاعت كل واحده من المايكرو ستيتس عباره عن ايه. يعني مثلا انا السيستم عندي ثلاثه سيستمز مثلا فرضا، وفي عندي ثلاثه مايكرو ستيتس. اوكي، فرضا لقيت ان السيستم الاولاني في مايكرو ستيت 1، السيستم الثاني في مايكرو ستيت 1، والسيستم الثالث في مايكرو ستيت 2، يبقى معنى كده ان انا لو جيت بصيت على الـ على البروبابيلتي ديستريبيوشن هلاقي البروبابيلتي اوف 1 بتساوي 2 على 3، probability of 2 بتساوي 1 على 3، probability of 3 بتساوي 0، لان ما كانش عندي ولا واحد من السيستمز بيبقى في المايكرو ستيت 3. اوكي، فالكلام ده طبعا احنا ممكن نبسطه شويه لو احنا فرضنا حاجه اسمها ايرجوديسيتي. ايرجوديسيتي دي كونسبت مهم جدا في ستوكاستيك بروسيسز، بيقول لنا ان في ايكويفالنس اوف تايم اند انسامبل افريجز. يعني بمعنى ان انا ممكن اكشوالي بدل ما اخد 1000 سيستم اوكي واقيس فيهم سيمالتينيسلي، ودي حاجه صعبه جدا، لا ده ممكن السيستم الواحد لوحده لو قيسته ات ديفرنت تايمز، يعني قيسته عند تي بتساوي 1 سكند 2 سكند 3 سكند 4 سكند وهكذا، كل واحده من القياسات الموجوده عند ديفرنت تايم دي اكنها انسامبل، اكنها واحده من الممبرز اوف انسامبل. يعني ممكن اخد الانسامبل بتاعي عباره عن قياسات لنفس السيستم، سيستم واحد او تجربه واحده ات ديفرنت تايمز، ودي طبعا بتسهل علينا جدا في الايه في الحساب. في كل الاحوال احنا بيبقى في عندنا مجموعه من القياسات، والقياسات دي بنعملها ستاتستكس عشان نقدر نطلع البروبابيلتي ديستريبيوشن بتاع المايكرو ستيتس بتاعتنا.